حلوة حلوة كتير، يعني لو ما مرة لأرقص. بشو بتذكرك هاي الأنشطة؟ بأيام زمان. الله يعيد كل غريب لبيته يا رب دخيلك ويفرج علينا ويخليكم لأهليكم، والله يحن عليكم وكل سنة وأنتم سالمين يا رب. وهي الأجواء بذكرني بأيام زمان، يعني أيام هيك يحتفلوا ليلة القدر يعني. يوم الله هيك تغمضنا برحمته ويفرج علينا إلهي يا رب، إن شاء الله على كل نهار يصير هيك. بيحيي القلوب ذكر الله، الناس عبد الناس عبد الجي، الأمن والأمان والاستقرار أحسن شيء. شيء جديد، دائما شيء جديد. طبعا في لحتى تفاعل يعني ملحوظ، يعني عندما كنا في حلب كانت هذه الأجواء أكثر من هذه الأيام، ولكن طبيعة الظروف التي حلت بنا فنسأل الله أنه تتكرر وتتعم أكثر.